مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم رسالة كادوري من دولة ياسر مواقع التواصل الاجتماعي أنه وجه رسالة قاسية رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب الاحتجاجات اللي باقي تصير في الليل، وأنه رئيس الجمهورية سعيد ما تدخلش ولا خرج وعمل خطاب تو ثلاثة أيام احتجاجات متالية، ورئيس الجمهورية لا حياة لمن تنادي. رسالة كادوري كانت واضحة مباشرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد أنه لازمته يخرج ويعمل خطاب كمواطن. هو رسالته كانت كمواطن مش يطمئن العباد على الشيء اللي باقي يصير، لك ما كانش باش تعاود تصير ثوره اخرى، خاطر بريسك 24 ولايه ثم 20 ولايه عاملين احتجاجات ماهيش سلميه، احتجاجات ليليه الكلها تدل على العنف وعلى الدمار وعلى الخراب. معناها وين رئيس الجمهوريه قيس سعيد؟ مش موجود، شيء حبس المخ يا حبيبي. هذه كانت رسالة كادوريم رئيس الجمهورية، وبالأصح تونس كاملة رسالتها كيما كادوريم رئيس الجمهورية مش يفيق ويعمل خطاب وموا حتى يهدي العباد شوي، معناها رايشنعت بدرجة كبيرة ياسر.